المرة مع كل سنة معلم الحلقة 25 برنامج فريق كريبتي. هنكمل النهاردة بإذن الله مع كوبيز بلو كاربوس مع تعليم معاني التكاسل. هو كوبيز بلو كاربوس كان متأثر طبعا بالسبحان الحبيب، وأكد على تعليمه من لا يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو ضد المسيح، ومن لا يعترف بشهادة الصليب فهو من الشيطان. وكل من يفسد معاني كلمات الرب ليتفق مع شهواته ويقوم لا قيامة ولا دينونة فهو بك الشيطان، ده في الفقرة السابعة. وبكده هو بيرد على بدعة الخيالية اللي هي انتشرت في أيام الإمبراطور تراجان وبقت معترف بيها، ويحس على اقتداء بصبر المسيح والشهداء والرسل، وبيقول ولم يحبوا هذا الدهر بل أحبوا الذي مات عنهم وقام من أجلنا، دي في الفقرة التامنة والتاسعة. ووصف القديس بوليكاربوس بالمحبة الأخوية واحترام الآخرين واللطف. مش بس كده، ده هو أكد كمان إن هو مش حابب إن يكتب عن البر نفسه، لكن هل أنتم دفعتموني إلى ذلك؟ ودي نوع من التواضع. فقرة 12 بيقول لأهل فيليبي إنه أكثر مهارة في معرفة الكتاب المقدس، وإنه معندوش الموهبة دي زي ما هي عندهم، هما أكتر موهبة منه. ده حاجة عظيمة، التواضع محتاجينها كتير في الحياة. شكرا جزيلا.